تفضل. صحت حديث من شرب واقفا فليستقي. حديث من شرب قائما فليستقي ضعيف. نعم. ويبدو أن السند فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. بارك الله فيك وجزاك الله. الله يبارك فيك. وهناك حديث في هذا الصدد أيضا أبدى له بعض العلماء علة، وهو حديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، روي من طريق قتادة عن أنس، ولكن أعل بأنه من طريق قتادة عن أبي سعيد الأسواري عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري مجهول، فلا هذه علة مدمرة له. فيتألق إذن تجويز الشرب قائما، شرب النبي من زمزم قائما، وقد توضأ علي رضي الله عنه توضأ علي رضي الله عنه في رحبة الكوفة، وبعد أن توضأ قال إن هناك أناس يزعمون أن رسول الله لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما ثم شرب علي قائما. هذا الأثبت.